ويلكم يوتيوب، ورجع لكم بفيديو جديد. والفيديو هو فيديو النهارده جديد من نوعه. احنا عامه بقينا نعمل الفتره اللي فاتت رياكشن كتير على كذا فيديو، لكن دلوقتي هنعمل على فيديوهات العاب. جبنا فيديوهات جيمينج، العاب زمان لو انت يا دوبك بس بصيت عليها هتفتكر، يعني وانت بتلعبها كل ذكريات زمان، كل ذكريات هتفتكر انك كنت بتلعبها زمان. يعني انا انا شفت بس بدايه الفيديو بس كده افتكرت كل الذكريات، يعني على حسب مش على حسب، لقيتها لك كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي لعبوا الالعاب دي. دلوقتي هنشوف مع بعض الفيديو او الفيديو معانا. العاب زمان، العاب قديمه، العاب زمان، العاب اجمل 10 العاب. تمام، ابدا. اجمل 10 العاب اتاري. لا اتاري بقى الحوار القديم ده. يا لا ماريو لا هو عادي وزيز عشان هيك بس كنت بلعبها دي زمان. كنت موسيقى ده بس هيبقى عملوها في بالي. دي طب حاجات لو انا العب دي موسيقى بص كده بقى ايه. بص يمشي بص يموت على طول. بص يفضل يقعد ماشي ويموت عادية في الاخر خالص هياخد العلم وتنيني معرفش يعمل موسيقى كده. يعني بتاع الخضرة دي كان بينزل فيها مش عارف بيطلع. ايوه هياخد العلم. بص هينط من هنا، نط يلا اهو ياخد بقى العلم. ايه ايه يا عالم جميل. روح البيت بتاعه نافق عالمي الصراحة والله. بس كانت العاب حلوة والله. كانت مسلية، كان يعني ذكريات جامدة اوي. يا نهار ابيض يا لهوي. اللي حطيت كل اللعبه دي يا لهوي. اقسم بالله افتكرت. خد البيضه وبعدين لا اقسم بالله يا مبدئي ده ايه؟ عايز احمل بزوز. تاخد الموزه بس في باين حاجه كده زي السكوتر بتقوم جار عليها، بتقوم بقى ايه ماشي بتقعد تجري بتخليك تجري بسرعه. يعني السؤال ايه ده؟ هي جايه سنة باين بياخد بيضه باين كده. هي دي البيضة اللي فيها. بص شوف هي هي والله فاكرها. يا نهار ابيض يا جدعان. بص خلاص كده كنت كل شويه بقى باجي هنا اقوم ميت. اه على طول الحاجات دي. بس هو شالها. ايه دي؟ حاسس شو اللعبه دي؟ ايه ده؟ لا 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 ده مش في الدرجة. لا لا ما كناش بنلعب الالعاب دي خالص. لا هو ايه ده؟ دي ايه دي؟ كنتش بلعب الالعاب دي. هي دي المفروض عربية ولا ايه؟ اول لعبتين كانوا ماشي. انا فاكرهم لكن دول ما كنتش بلعب. هي دي عربية؟ حاجة. اكيد حد يعمل لعبة في مرة مش احنا بس. يا عم توب علينا اصلا. ايه ده؟ دي عربية ولا مش حاجة؟ ايه ده؟ في ايه؟ اغرب لعبة في الكون اساسا دي ولا زمان ولا انت مش فاهم حاجه دلوقتي. ايه دي؟ يا لا اللعبه رخمه دي. فانسانه لما تخلص مش عارف. حاسس انا عامه ما لعبتش ما كنتش بلعب اللعبه دي زمان اصلا. ما اعرفش اللعبه دي اصلا كانت في الاتاري ولا ايه. بس هو الاتاري كان عباره ايه العاب كتير قوي نازله ورا بعضيها وانت تقعد تختار وتقارن. احنا كنا من الناس اللي احنا عندنا اتاري وكنا عاشقين اتاري. يعني الاتاري كنا كل شويه صبح وليل عليه. وما فيش بقى حاجه زمان. اتاري كان في زمان حاجه اسمها كمبيوتر مش فاكر. عامه نشوف اللعبه الجايه. يلا وي يلا وي. بس انا مش شفتش حاجه. اسمه يا عم فكرة تحت الدبابه. تحت الدبابه خير كده يا جدعان. تدفع عند البتاع اللي تحت دي اللي هي يا الله الالعاب دي اقسم بالله حاجه خطيره. ايه ده؟ وزوز هيجي عاش. اضرب اضرب ده.
بس هي لعبة جامدة لا أوي، عشان والله لعب اقسم كانت دي بالله. كانت بالنسبة لي دي لعبة يعني مسلية دي جدا، بالنسبة لي انا واخويا كنا بنلعبها جامد يعني، حلو قوي انا كانت واخويا كنا بتسلي جدا يعني، مسلية جدا وحاجة كان كده. الواحد بقى مخنوق يسلي نفسه باللعبة دي. دلوقتي خلاص بقى فيها العاب، طب في زلة، لعبة حرب، في في العاب ماتش كتير قوي بيس يعني. كذا، بيس 17 ماتش 19. اوه ايه دي؟ حرام يا السكر. لهوي جبنا السكر مش عارف جبنا من السكر بقى، جبنا ولا سكر بس. يا لهوي اللعبة دي بقى كانت، يا ذكريات، دي بقى الذكرى تعالي مش العميقة. اتاري دي كنا بتلعب مع كمبيوتر وين؟ اه يتقال اسس ما كده كانتش اتاري دي. كده كمبيوتر بس كان وحش المفروض ولا ايه؟ يا لهوي على الذكريات يا جدعان، والله حاجات حلوة أوي. ذكريات جامدة أوي. تخيل كده واحد مثلا قد كده ولا اصغر من مثلا مني وبيلعب الالعاب دي، لا يا مش ده، مفيش، لا مفيش، هتلاقي حد. مفيش حد. استنى اما نشوف اللعبه الجايه يا رجاله، شوف اللعبه الجايه يا شباب. تمام تحت الجري باين، مش عارفين انا مش عارف السالت هو ده. تحت الجري، استنى استنى ممكن يكون فاكرها. اللي انت بتقعد ما تحاولش، في ايه؟ تحاولش مش تفتكر اللي هو يا ابني اللي هو في الاخر اللي هو يقوم نطط كده نطه ويقوم في رمله باين، مش فاكر بس هي شبه كده. مش هي لونج جامب باين، فين ده؟ لونج جامب. اه ايوه هي دي باين. يا راح عند 9 فاكس، يلا نشوف اللي عمل مع دي. فاكس ايه دي بقى؟ ايه دي؟ بيجي واحد غريب اوي يا عم. الالعاب دي كانت كيف دي على الاتاري دي؟ كان في متجر بلي على الاتاري ايه؟ مش فاهم انا اللعبة دي. بس هو بص اللعبة بتاعت زمان اكيد حد لعبها برضه يعني، في ناس كتير قبل الالعاب دي زمان، لكن احنا ما عمقناش فيه بس لعبنا. ايه يا عم ده؟ مش فاهم انا. لا عامة الواحد دلوقتي، الواحد دلوقتي ولا بالالعاب دي يزهق من حياته اساسا. اه لا عامة الالعاب دي ما كنتش بص حاجة باين، خطفت حاجة خطفت الجون. حاول لا اللعبة دي ما كنتش بلعبها، استنى يجيبوا لعبة تانية. حلو انتقال، الانتقال ده انتقال عالمي صح؟ شوف اللعبة التانية. اوه لعبة ايوه والله كنت عارفها، والله لا كنت والسؤال عرفتها، انا كنت بحبها اقسم دي بالله. بس بس تقعد تمشي، بص العبها، بص تقرب لك واحدة واحدة، بص تاريخ بيقعد يعمل ازاي؟ تاريخ ما هو بس ما اعرفش هكون مستحملها ازاي. بس لا على فكرة والله لعبة حلوة. بص ماشي تبني لو جاب اللي هنا مش هيعرف هيجيبها بالعافية. بص بص هيجيبها بعد ساعتين. ايوه صح اللعبة كل ما بيروح لها بتكبر بتكبر. هو نقل على اللعبة التانية اما نشوف. هو زي دي لعبة السيرك عم برضه. اللعبة دي ما كنتش بلعبها خالص. كل لعبة في الاتاسن اعطيك بيه قبل ما نلحق. ما لو يعني يجري وكده يجري في استنى بس كده. دي لعبة، لعبة خوخ فيها. ما علينا عدي اللعبة الجاية. ايه ده، دي بالونة دي ولا ايه؟ حاسس، حاسس اني عارف اللي هي بتحط مثلا استنى هي في لعبة كنت بلعبها شبه دي زمان بس مش بنفس ال نفس الديزاين؟ ايوه مش بنفس الديزاين كده بالظبط. لا هو لعبة كده غير نفس الحوار، بتحط قنابل. اه ايوه صح، بتحط قنابل هنا. وفاكر انت دي طبعا. بس كده كل واحد لو اي حد بيشوف الفيديو عجبته اي لعبة يدخل يكتب مثلا لعبة رقم كام اللي عجبته، والفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو سبسكرايب وسبسكرايب للقناة. كان معكم ايه بي فيديو، سلام.